انا بقى جاي النهارده خلصتار كل الناس اللي انت بهدلتيهم. يا ستي السوداء. لا ده احنا ستات اقويه زي بعض ولازم نبقى حبايب. لا الدوبلكس يولع بينا. ايه يا ابله اللي انت لابساه ده؟ انت بتقلديني؟ وانا هلاقي كتالوج انا قلد منه احلى من كتالوجيتك. ده بقى ايه هاني البحيري بقى اللي عامل لك كل ده؟ هاني عامل لي موديل عروس السماء. مستنيه العريس. بصي بتين ازاي؟ حاطط ريش عامله تري ريش. والله مش قادره اقول لك قد ايه انا فخوره النهارده انك معايا يا نونا. وانا كمان يا ابله. ايه يا حبيبتي الحلاوه دي؟ ايه رايك فيا؟ عمالين احنا نكبر ونكربش وانت عماله تتغني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انت جايباني تحسديني ولا ايه؟ لا ده انا جايه اتامل في الجمال ده ونتعلم. ده انا شفتك من كام اسبوع وانت لابسه خفرع. خفرع؟ لا نفرتيتي. نفرتيتي ملكه مصر العظيمه. ده متهيألي توت عنخ امون. لا لا دي نفرتيتي يا ابله. بس انا ما صدقتش نفسي والله يا نونا لما لقيتك طالعه. كانت مفاجاه مش كده؟ طبعا جران سيربريز. جران سيربريز. بس فعلا هو البرنامج لذيذ ومختلف، وانا انت عارفاني بقى بحب كده ان انا على طول ابقى متجدده، اعمل حاجات كده غريبه غير متوقعه. ما انا كنت مترهنه مع صاحباتي اقول لهم ده عبد الرحمن ابو زهره يقولوا لي لا ده علي الحجار. اتفاجئني لما لقيناك انت. بس ليه اخترتي نفرتيتي وما لبستيش ماسك الكوبرا؟ لا نفرتيتي ملكة، الشخصية الجميلة العظيمة، ملكة مصر، حاجة تانية. مخترتش كوبرا ايه وبتاع ايه؟ ما ينفعش معايا، ما تليقش مع شخصيتي. الكوبرا ما تليقش مع شخصيتي؟ لا طبعا. اسكتي يا لساني اسكتي يا لساني. وبعدين فيكي ها الناس خالطه بينك وبين افلامك. بقول لك ايه، هنلبخ من اولها. انت لا. حره. لا ما اقدرش. ما اقدرش. ده انت غلبتي الموساد. هتيجي عليا؟ انا عارفه. طب بيني وبينك كده يا نونا، مين في لجنه التحكيم عينك زاغت عليه اكتر؟ حسن الردات ولا قصي خويا؟ بصراحه هما الاثنين حلوين يعني قوي قوي. بس انا عيني ما زغتش على حد يا ابله. انا مؤدبه جدا. لا 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 وبعدين انا لما بشتغل بركز في شغلي. لا ما كله شغلي يا نونا. لا لا يا ابله لا عيب كده يا ابله ما ينفعش. يلا يدي الحلق للي بالودان. انت حالتك النهارده مش مظبوطه. ما هو عشان الفالنتاين. الفالنتاين خلاص كمان يومين. عندك حاله كبت عاطفي مش كده؟ طيب من ساعه المرحوم والركنه يا نونا.